السلام عليكم مشاهدي ومتابعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحه جيده. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله هذا الفيديو غادي نقدم لكم واحد الوصفه زوينه بزاف بزاف. هذه الوصفه عباره عن صابون الوجه، يعني صابونه ديال الوجه، صابونه بالروز اللي كتجي رائعه رائعه بزاف صراحه. نتمنى ان شاء الله تجربوها حتى نتوما وتعجبكم. مهم هاد الصابونه هذه كما كتشوفوا معايا، هادو هما المكونات اللي كنحتاجو في التحضير ديالها. باش بلا ما نطول عليكم الهضره، هاد الصابونه هذه مزينه للوجه بزاف، بالنسبه كتعطي واحد البياض رائع للوجه، وكتعطي واحد البريق واحد اللمعان وواحد ترطيب للبشره، ومفيده لبزاف ديال المشاكل كذلك في الوجه. هاد الوصفه هذه زوينه بزاف كما قلت لكم، نتمنى ان شاء الله نتوما تجربوها. مهم بالنسبه للمكونات اللي كنحتاجو في التحضير ديالها، كنحتاجو اول حاجه اللي هي الصابون. الصابون انا هنا درت صابونه ديال دوف، حكيتها كامله. بالنسبه للصابون تقدروا ديروا اي صابون عندكم، ولكن انا كنفضل انكم ديروا هذا ديال دوف من الاحسن، تيكون مزيان. انا كما كتشوفوا راني حكيتها. وعندنا كذلك جوج كيسان ديال الماء الورد، جوج كيسان. انا هادو ما عامرينش بزاف حيت ما بقاش ليا، المهم نتوما الى عندكم ديروا جوج كيسان يكونوا عامرين شويه. وعندي هنايا 4 المعالق كبار ديال الرز مطحون. انا طحنته وجبته وطحنته في الطحانه حتى ولا بحال هكايا، المهم بحال كيولي بحال الطحين. و4 المعالق كبار. وعندي هنايا معلقه كبيره ديال النشا اولا المايزينا. كذلك عندنا كنحتاجو بالنسبه لهاد الصابونه هذه، فعند فيها مكونات اللي هي كتنشف البشره شويه اللي هو الصابون والماء ورد، فضروري خصنا ندخلو شي مرطب في الوصفه اللي غادي يرطب لنا البشره، ما غاديش نديرو كلشي كينشف ونخرجو على البشره ديالنا، حيت هاد الصابونه هذه راه مزيانه لجميع انواع البشره. المهم عندي هنايا زيت ديال الكوك. بالنسبه للزيت ديروا اي زيت كاين عندكم مرطبه، يعني تقدروا ديروا زيت الكوك، تقدروا ديروا زيت اللوز الحلو، تقدروا ديروا زيت الزنجلان حتى هي كترطب مرطب زوين. وعندي كذلك زيت الزيتون، زيت الزيتون حتى هي تقدروا تستعملوها. مهم الزيوت كيبقاو على حسب اللي كاين عندكم، ولكن زيت الزيتون ضروري خصكم تستعملوها في الوصفه حتى هي زوينه بزاف للوجه. وعندي طبعا اللي ما كنساهش ديما في الوصفات ديالي اللي هو الفيتامين او، هذا تا هو كيبقى اختياري، الا ما كاينش عندكم راه ماشي ضروري ديروه، انا ديما ضروري كنستعملو في الوصفات، كندير منه شي قطيرات وصافي. المهم هادو هما المكونات. وعلى بركه الله نبداو الان في التحضير ديال الوصفه ديالنا. انا هنا راه ديجا حكيت الصابونه، شنو غادي نديرو دابا؟ انا مجده دابا فوق البوطه واحد كاسرونه كبيره درت فيها الماء باش تسخن، حيت انا هادشي غادي نديرو في حمام مريم. دابا هنا غادي ندير المكونات نخلطهم كاملين وغادي نمشي نحطهم في فوق البوطه. دابا غادي نضيفو هذا ماء ورد، وغادي نضيفو هنايا الرز المطحون والنشا اولا المايزينا. دابا غادي نخلطو المكونات ديالنا مزيان مع بعضها بهذا الشكل. كيما قلت لكم راني درت في البوطه واحد الكاسرونه كبيره تسخن، غادي نحطها نحط عليها هاد الزلافه ديال الدجاج، وغادي نبدا نحرك 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 حتى كينسجموا المكونات وتذوب ليا الصابونه. المهم انا غندي فوق البوطه ونرجع معاكم نوريكم القوام ديالو كيفاش تيكون. من بعد هذا غادي نضيفو المكونات اللي بقات ليا. كما كتشوفوا معايا ها نتوما، ها هي الصابونه ديالي بعد ما جبتها من فوق البوطه، هكا كيولي الخليط ديالي. ها نتوما حتى كينسجم المكونات مزيان وكتذوب ليا الصابونه، عاد كنحيدو من فوق البوطه. دابا غادي نضيف ليه المكونات الاخرى اللي بقات ليا، اللي هي زيت الزيتون. عندي هنا تقريبا جوج معالق كبار، طبعا زيت الكوك اللي قلت لكم، وقطرات من فيتامين او. صافي انا غادي نخلط المكونات كلها الزيوت اللي درت. كتشوفوا معايا بعد ما خلطت الزيوت ديالي مع الصابونه والرز مطحون والنشا، دا
دابا غادي نجيبو المول فين غادي نديرو الصابونه ديالنا. بالنسبه للمول تيبقى اختياري اللي متوفر عندكم. انا عندي هادو ديال السيليكون، انا غادي نستعملهم حيت هما غيجيوني ساهلين ملي غنبغي نحيد الصابونه. عندكم هادو، ما عندكمش تقدروا تستعملوا هادو ديال المجمد، حتى هما مزيانين ماشي مشكل. حتى هذا حيت فيه السيليكون من تحت، كاينين شي نوع ديال المجمد ما فيهمش السيليكون، كيكونوا كلهم بلاستيك. وشويه دوك تيعذبوا فاش كتبغي تحيدي الصابونه. المهم الا كان عندك شي حاجه ديال السيليكون من احسن، ما كانش يعني ديري داكشي اللي كاين عندك. انا غادي نستعمل هاد الجوج هادو. غادي ندير دابا الصابونه ديالي في غادي ندير الصابونه ديالي بهذه الطريقه كما كتشوفوا، تنسالي كل شيء. المهم انا كنديرها بهذه الطريقه وتنبدا نهزها هكا باش تدخل لي مزيان داخل في الشكل ديال المول. نستمر بهذه الطريقه حتى نسالي الصابون ديالي كامل. المهم كما كتشوفوا معايا هما بعد ما ساليتهم عمرتهم كاملين، مازال باقي لي واحد شويه غادي نعمرو في هاد ديال المجمد. المهم دابا غادي ندخلوهم للمجمد واحد ساعه د المكانه، ساعه ونص تقريبا، نحسو بهم شدو راسهم وجمدو غادي نخرجوهم. المهم خليكم معايا. المهم كما كتشوفوا البنات هما بعد ما جبدتهم من المجمد جمدوا ليا، دابا غادي نحيدهم. شوفوا كيفاش كيجيو، نحاول نديرهم بحال هكا باش ما يتهرسوش ليا. ها نتوما كتجيبوا شي بواطا، اي بواطا كاين عندكم فاش غادي ديروهم باش تحطوهم في المجمد بحال هكا، وغادي نجمعهم كاملين. وديروا شي بواطا تكون صغيره بحال هكا، هذه ما تكونش شي حاجه كبيره بزاف باش تحكموها دغيا. المهم انا راه حاولت ما امكن انني نخليهم ما امكن في المجمد باش نصور لكم. يقدروا يكونوا ما جبدوش مزيان، ولكن نتوما خليهم يجمدوا على خاطرهم يشدوا راسهم مزيان عاد حيدوهم، حيت الا ما جمدوش مزيان يقدروا يتهرسوا لكم وما يشدوش هاد المول، هذا الشكل ديال المول. ها نتوما شتي كتجيو. غنستمر هكا حتى نحيد كاع الصابون ديالي من المول بهذه الطريقه. هانتوما هاد اللي دايرين هكا كيجيو زوين، حتى الشكل ديالهم كيجي زوين. غنستمر هكا حتى سالي هادشي كامل نحيدو ونديرو في البواطات كما كتشوفوا معايا. المهم البنات كما كتشوفوا معايا ها هو الصابون ديالي بعد ما حيدته من المول كامل، كيجي بحال هكا. هادو كاينين، هادو كاين حتى دوك المربعين انا غنجيبهم لكم. المهم كما كتشوفوا معايا البنات هادو هما الصابون ديالي، عندي هذا اللي نجيمات كما قلت لكم اللي بقى ليا اللي درت في الاخر ديال المجمد. المهم هاد الكميه هي اللي خرجت ليا في الصابونه ديال دوف. ان شاء الله تمنيت انتم تجربوها. بالنسبه للطريقه ديال الاستعمال البنات كتاخذوا صابونه كل نهار يعني يوميا، يعني مثلا ديروا بحال في الصباح من تفيقوا من النعاس تغسلوا وجهكم، خذوا وحده غسلوا بها وجهكم وخليوها تقريبا واحد 10 دقائق في الوجه ديالكم، يعني غسلوا الوجه وخليوها الصابونه باش تستافدوا منها، خليوها واحد 10 دقائق على وجهكم وعاد غسلوها. وكما قلت لكم يوميا، وملي تبقى لكم مثلا الصابونه تشيط لكم ما تستعملوهاش كامله عاودوا ردوها للمجمد، يعني ديروها في شي بواطه صغيره اللي عندكم باش تستعملوها داك النهار كامل، وديروها في المجمد وتهزيها عاوتاني تستعمليها، هزيها من المجمد ومن تسالي منها رديها للمجمد. المهم ضروري ترجع، لان هاد الصابونه الا بقات خارج المجمد كتذوب دغيا كتذوب. يعني دابا انا راه غير هاد الشويه اللي كنهضر معاكم راه غتبقى تذوب ليا في يدي دغيا، كتبقى شاده راسها.
المهم هذا الشيء اللي كاين، نتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه اللي عطيتكم. وكما قلت لكم راه غديرهم في المجمد، تسدوا عليهم بحال هكا وتردوا من المجمد، وكما قلت لكم كل مره تهزوا وحده وتستعملوها. هذه هي الوصفه ديالي، كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وتردوا لي في الكومونتير تقولوا لي كيفاش جاتكم. وهنا كيسالي الفيديو ديالي، تنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. ولا عجبكم الفيديو ما تنساونيش بلي لايك ديالكم الزوينين، وتشتركوا في القناه بالنسبه لي تشوف القناه ديالي اول مره، يضغط على زر الجرس باش ان شاء الله يتوصل بكل جديد. كنحطو من هنا كنقول لكم بالسلام عليكم، حتى نتلاقى معكم ان شاء الله فيديو جديد مره اخرى. السلام عليكم.